بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أستاذ العلماء الأفاضل، الحضور الكريم، نصل إلى الجلسة الثالثة وهي ختام جلسات هذه الدورة العلمية المباركة، ومع عرضين لأستاذين جليلين. المحاضرة الأولى للأستاذ الدكتور عصام سليمة بعنوان السنة النبوية في 3 كتب معاصرة، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث للعلامة محمد الغزالي، وكتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية للعلامة يوسف القرضاوي، وكتاب إشكالية التعامل مع السنة النبوية للعلامة طه جابر العلوان. وكذلك معنا الأستاذ دكتور سعد الكبيسي في المحاضرة الثانية في خلاصة لكتاب مقاصد الشريعة في السنة النبوية. ونبدأ المحاضرة الأولى ومع فضيلة الأستاذ دكتور عصام تنيمة، وإلى فضيلته الكلمة. مشكور. شغلت العدد؟ استنى شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد البحث المطلوب كان عن 3 كتب معاصرة عن السنة النبوية، كتاب شيخنا العلامة الشيخ محمد الغزالي، الكتاب الذي أثار ضجة وقتها ولا زال يعني ألقى حجرا في الماء الراكد وقتها بحثا وعلما، كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. والكتاب الثاني كتاب جاء للتعقيب على الكتاب الأول، أو لضبط كما يسميه ضبط زوايا الاتزان، أو لإعادة نفس القضايا لكن بأسلوب منهجي، وكتاب كيف نتعامل مع السنة النبوية لأستاذنا وشيخنا العلامة الشيخ يوسف القرضاوي. الكتاب الثالث لشخص هو على همزة اتصال بين الكتابين السابقين وكتابه الثالث، والدكتور طه جابر العلواني، ونتناول كتابه إشكالية التعامل مع السنة. طبعا وقت 30 دقيقة لعرض 3 كتب بهذا الحجم وبهذا الثقل أمر يعني يصعب، ولذلك سأحاول سريعا لأن كل كتاب 10 دقائق والمطلوب العرض والتقويم، فيعني المفروض يبقى ساعة زيادة يعني، لكن سأعرض سريعا. لا شك كتاب السنة النبوية بتاع الشيخ الغزالي خاصة فيه يعني نصيحة، يعني ما عرفش تتعرفوها ولا لأ، يعني على حكاية الوقت اللي انتم محددينه، إنه لك لا تعطي شيخ ميكروفون ولا امرأة تليفون، فلأن احنا المشايخ ما بيسيبوش الميكروفون أبدا، فمدينا نص ساعة الله يكرمهم في 3 كتب. يعني أنا أحاول بس، لأن كتاب الشيخ الغزالي على الأقل والشيخ القرضاوي قرئ وخد وقت، والكتب غالبا قرئت يعني، فأنا أحاول أركز على أهم القضايا في الكتب الثلاث وفي عرضها وتقويمها. الشيخ الغزالي كتابه ألفه ليرد على فئتين: الفئة التي تنتسب إلى الدعوة الإسلامية وتتشدد وتعطي صورة مشوهة عن الإسلام بدعوى الالتزام والتمسك بالسنة والتركيز فيها على الهدي الظاهري، وعلى فئة تريد أن تنحي السنة في الحياة والتشريع عن الحل، وفئة العلمانيين، فأراد أن يخرج بالإسلام وبالسنة من بين هذين الفريقين، اللي في النهاية النتيجة بتؤدي إلى إقصاء السنة عن التشريع والحياة. وشيخ الغزالي استخلصت منهجه في الكتاب على حوالي يعني 7 نقاط: أولا صحة السند والمتن معا، ثانيا فقه الكتاب أولا، ثالثا لا سنة بغير فقه ولا فقه بغير سنة، 4 فهم المتشابهات في ضوء المحكمات، 5 فهم الجزئيات في ضوء الكليات، 6 التفريق بين الغاية والوسيلة، 7 التفريق بين العبادات والعادات. دول أعتقد 7 محاور المهمة التي بنى عليها الشيخ الغزالي كتابه، سواء بقى التفاصيل التي دخل فيها. فهو بيركز في صحة المتن والسند، وأراد أن يعود بالجميع إلى الشروط التي وضعها علماء الحديث لصحة الحديث، 5 شروط: 3 في السند و2 في المتن، وكيف أن الكثيرين قصروا في مسألة المتن واهتموا بالأسانيد فقط، وضرب لذلك نماذج في كتابه.
ثم أشار لمبدأ فقه القرآن أولاً حين نتعامل مع النص النبوي، أن هناك غياب أو غيبوبة عند بعض من يتعامل مع النصوص النبوية أنه يتعامل مع النصوص بمعزل عن القرآن، ولذلك يؤدي عنده إلى التصوف. ذلك كان أحياناً يتعامل بسخرية مع بعض القضايا، يعني أن أحد الشباب سأله: ما قولك في حديث إن أبي وأباك في النار؟ فقال له: يا بني، إن هذا الحديث يخالف حديثاً أصح منه. قال: ما هو؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: هذه آية. قال: قلبتها حديثا كي تهتموا بها، لأني علمت أن لكم لا تهتمون إلا بالسنة النبوية. فده اللي خلاه يعني دائما يركز على هذه البوصلة، فقه القرآن أولا، وليس بمعنى أنه قرآني، لأن اتهمه بعض الجهلاء بهذه التهمة ومنها براء رحمه الله يعني. ولذلك وقال في إحدى جمله المهمة: ولا زلت أحذر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل، وحديثهم عن الإسلام جريء، واعتمادهم على مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامي المستوعب لشؤون الحياة. ثم المبدأ الآخر: لا سنة بغير فقه. إذا أردنا نتناول السنة وأن نتعامل معها، علينا أن نعرف فقه هذه السنة، وأن ننقد المتن ونتعرف على فقه هذه الأحاديث والتأمل فيها. ثم الشيخ الغزالي نبه على النقطة دي، نقطة حكاية أنه لا سنة بغير فقه ولا فقه بغير سنة. يقول: عندما كتبنا في أحد مؤلفاتنا أنه لا سنة بغير فقه، ويقصد كتابه دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، لأنه أسهب في هذه المسألة بإسهاب يعني، وهو أسبق من السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يقول: عندما كتبنا في أحد مؤلفاتنا أنه لا سنة بغير فقه، كنا نريد أن نمنع أناسا يشترون أحد كتب الحديث ثم يطالعون أثرا لا يدرون ما قبله ولا ما بعده، ثم يحدثون فوضى قد تراق فيها الدماء. فالشيخ رحمه الله كان مستحضر مثل هذه المسائل التي ذكرتها، سبع مبادئ كاملة، وقسم كتابه إلى عدة فصول تناول فيها قضايا المرأة، تكلم عن دية المرأة وعن القضايا المتعلقة بالمرأة ومال فيها إلى مساواتها بدية الرجل. ثم في فصل آخر تكلم عن الغناء، وواضح فيه تأثره الشديد بالإمام ابن حزم، وقد رأيت إحدى الطبعات للمحلى بمقدمة للشيخ الغزالي مهمة جدا، وللأسف هي غير مشهورة ومتداولة يعني. ثم تكلم بين الدين من العادات والعبادات، ليفرق في عادات الطعام والملبس والمأكل والمشرب، ومرتبة من عادات الناس في بعض بلاد العرب من لباسهم، وأن هذه عادات لا علاقة لها، وقال أن يعني بعض اللباس الأبيض أو غيره مرتبط في دول الخليج وغيره للحر، إنما في بلاد البرد والشتاء الناس ستلبس ما يحميها ويقيها من البرودة، فالمسألة مرتبطة بعادات وليست بعادات. وقال: كل ده يرتبط في إطار كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأك خصلتان صرف ومخيلة. تكلم عن عالم الغيب والجن أيضا والشياطين، وحكاية الجن وركوب العفاريت للبني أدمين، ولو في ذلك أسلوب معروف الساخر، إن يقول يعني العفاريت لا تركب إلا العرب والمسلمين، لم نجد خواجة ولا أوروبي عفريت ركبه. وجاء واحد الناس وقال له: يا مولانا أنا يعني في عفريت ركبني. قال له: مش عيب عليك تبقى صايع الشحط كده ويركبك، مركبتوش أنت ليه؟ فإلى مثل هذه النماذج، إن الأمة عطلت أفكارها وتفكيرها بناء على مثل هذه القضايا. ثم السنة بين الغايات والوسائل والتفريق، وضرب نماذج لذلك بالشورى، إن الشورى غاية لكن الوسيلة كيف نحقق الشورى. الكتاب الشيخ الغزالي لا شك طبعا يعني نال هجوما كاسحا ضد الرجل، تألف ضده في عام واحد 14 كتاب، وكان أسواهم من دخل في نية الرجل ونال من عقيدته. كتب أحدهم يقول يعني إن الغزالي أخرج ما في صدره من حقد لسنة رسول الله، وبعدين واحد كتب ثاني إن خطورته أشد على الإسلام من اليهود والنصارى والمستشرقين والملاحدة. لما زاد الهجوم على الرجل، طبعا يعني نعترف شيخ الغزالي تسرع في بعض القضايا، في بعض أحاديث ردها دون أن يعود، لو عاد إلى أهل هذا العلم بالأساس سيجد لهم أقوالا. يعني حديثه مثلا بعثت بالسيف، الشيخ الغزالي رده دون أن يعود، لو عاد له الحديث سيجد من العلماء المعاصرين محقق المسند الشيخ شعيب الأرنوط وغيره ضعاف الحديث وغيرهم من العلماء يعني، لكن الشيخ الغزالي كان بيعتمد على قريحته و
نظرته وعلمه العام بالقرآن والسنة دون يعني حتى وإن تعرض لقضايا منهجية في المسألة. لكن زاد عليه الهجوم إن اتخرج الهجوم من البحث العلمي إلى النيل من عقيدة الرجل، حتى كتب مقالا يعني أنقله مهم بعنوان لا تكذبوا علي. المقال مش مشهور ولذلك أنقله لها من نعم يقول المقال بعنوان لا تكذبوا علي، يقول عندما جودلت في كتاب الأخير لم أغضب لقلة الدراية أو لنقصان المعرفة، وإنما غضبت من تلمس العيوب للبراء والانتشاء من تهم ليس لها أساس. في المقدمة قلت سنحشر بالتراب أفواه من يتغنى بالإثم والمجون، ومع ذلك قيل عني إننا أدعو إلى الغناء هكذا بإطلاق. أهذا صدق؟ علامة استفهام وتعجب يعني. وكتبت أن شوارع باريس أنظف من شوارع القاهرة، بل قلت إن العامل الأوروبي ينتج أضعاف ما ينتجه العامل العربي، فإذا جريء يصفني بأنني أدافع عن الاستعمار العالمي وأثني على الحضارة الحديثة، أنا الذي كتبت قذائف الحق وظلام من الغرب والاستعمار أحقاد وأطماع، وعلمت هؤلاء الهاجمين ما لم يعلموا من أحقاد الصليبية الحديثة. أهذا صدق؟ ورددت رواية نافع عن عبد الله بن عمر في جواز إتيان المرأة من الخلف، وانصفت الكتاب والسنة، وقد قدم رجل للقضاء في مصر ووصل قضيته محكمة النقض والإبرام تشكو الزوجة لأنه يستدل بموقف نافع، لأني قلت إن نافع تائه. لقد تركت الكلمة التي قالها سالم بن عبد الله بن عمر عندما سمع اتهام أبيه، قال كذب العبد، إنما أراد عبد الله الإتيان من حيث أمر الله، ومع ذلك فقد استمرأ البعض عرضي وزعم أني أنال من الصحابة والتابعين. أهذا صدق؟ القضية فيما أرى ليست تفاوت معرفة أو اختلاف وجهات نظر، إن شيئا في القلوب يجب تصحيحه، إن خللا في المسالك يجب أن يزول. في خلق صاحب الرسالة الخاتمة وسيد الناس كافة أنه كان يأسى لخطأ الخاطئين لطول ما يود هدايتهم حتى ليبرح الحزن به ما وينال منه. إن الوالد يكره رسوب أولاده ويفرح أشد منهم لنجاحهم، وأنا اليوم أتفرس في وجوه من يجادلونني فأرى من يحاول بناء نفسه على هدمي، ومن يختبئ وراء عنوان السلف فيرسل القول شرودا حقودا، لا هو سلف ولا هو خلف. ماذا لو طلبنا الحق لوجه الله واعتمدنا على الإنصاف والتلطف؟ إنني أفتح قلبي وفكري لهؤلاء جميعا. كتب هذا الشيخ زاد بعد طبعا من حملة زادت على كتابه، ربما أخذ على الشيخ الغزالي في كتابه حدة بعض العبارات، هذا حق، لكن للأسف الآن أثبتت أن حدته في وقتها على هؤلاء الناس تحديدا الزمن أثبت أن كان فيها شيء من الوجاهة، لأن كل المصائب والمآسي التي جرت على الإسلام وتجارب الإسلام كانت بهؤلاء، ثم وقت الجد لم يكن هؤلاء مع قضايا الأمة بل كانوا مع مصالحهم الشخصية بعيدا حتى عن التمسك بالسنة نفسها. فيعني شيل غزالة طبعا الكتاب وقتها صدرت ضده عدة كتب وغيره، لكن شيل غزالة في كتابه نبه لقضية مهمة، و الحديث عنه ينقل الكتاب الآخر. حينما ثارت هذه الضجة أخبر أن الشيخ القرضاوي سيكتب كتابا يعالج، فقال استبشرت خيرا وكتب هذا منه، لأن الشيخ القرضاوي سيتناول القضايا التي تناولتها دون أن يحدث الجراحة التي أحدثتها، باعتراف الرجل رحمه الله لفضله وأدبه. يعني هذا كتاب الشيخ الغزالي، كتب الشيخ القرضاوي كتابه كيف نتعامل مع السنة. في طبعاته الأولى كان هناك معالم وضوابط، في الطبعات الأخيرة الفقرة دي بتحذف من الكتاب من العنوان لا أدري يعني ما السبب. يعني كتب الشيخ القرضاوي كتابه بعد هذه الضجة على كتاب الشيخ الغزالي، لكنه عمد إلى التأصيل والكتابة المنهجية بعيدا عن لغة الشيخ الغزالي العاطفية. والشيخ الغزالي نفسه كان يقول عن نفسه أنا لست يعني حاد الطباع، أنا قوي العاطفة، لبعض الناس التي تسيء للرجل في أنه فالشيخ الغزالي كتب كتابه، ثم يعني بدأ أولا ببيان منزلة السنة والتعامل معها من حيث الاستدلال بالحديث الصحيح، ووضع ضوابط للواعظ الذي يستدل بالحديث الضعيف، وأضاف لضوابط العلماء السابقين ضابطين مهمين، مسألة اختلال نسب الأعمال عن طريق الأحاديث، لأن لا يكون الحديث
يزيد من درجة عمل بدرجة أخروية ودنيا ليس يعني يتعارض مع نصوص أخرى. يعني لو كان حديث يرغب في فضل عمل ما لكنه يعطي أجرا يزيد من قيمة العمل وليس من أصله، فوضع هذين الضابطين اللي هو قال ألا يشتمل الحديث على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع، ثانيا ألا يعارض دليلا شرعيا آخر أقوى منه. وضع الشيخ القرضاوي حوالي 8 ضوابط في التعامل مع السنة. ضابط الأول أن نفهم السنة في ضوء القرآن الكريم، اللي هو نفس اللي قال الشيخ الغزالي القرآن أولا، إني لابد إذا أردنا أن نفهم نصا نبويا أن نفهمه في ضوء القرآن الكريم. وضرب لذلك مثالا بحديث طبعا ضعيف، شاوروهن وخالفوهن، فقال ده هذا يتعارض مع قوله تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الضابط الثاني جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، لا يؤخذ حكم من حديث واحد ما تجمع. وضرب لذلك مثالا بحديث إسبال الثوب، إنما أسفل الكعبين في النار، ورد ذلك إلى أن سبب ذلك الكبر، واستدل بقول سيدنا أبو بكر حين قال أنا منهم يا رسول الله، قال لست منهم إنما من فعل ذلك كبرا وخيلاء. الضابط الثالث الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث، إذا كان هناك خلاف بين الأحاديث تجمع هذه الأحاديث. وضرب لذلك نموذجا ونماذج منها لعن الله زوارات القبور، وربط هذا اللعن بالمكثرات أو قبل النهي، قبل السماح بالزيارة، ألا كنت نهيتكم عنها ألا فزوروها. الضابط الرابع فهم الأحاديث في ضوء ملابساتها ومقاصدها، وضرب لذلك نموذج بسفر المرأة بغير محرم، وربط ذلك بالخوف على المرأة، وأنه إذا انتفت هذه الصفة وكان هناك الأمان على المرأة والرفقة الآمنة والصلاح فلا مانع من سفرها. في واستدل بذلك طبعا برأي الشافعية وحديث أنه يأتي على الأمة زمان حتى الضعينة تسير من حراء إلى دماغي نص الحديث، يعني أنها تسير هذه المسافة ولا تخشى وحيدة يعني. فاستدل بذلك على أنه معناه أنه سيأتي الزمان الذي يتحقق، لو كان هذا ممنوعا من الأصل لما بشر به النبي من باب البشريات بإتيان الزمان الذي فيه الأمن على المرأة أن تسافر وحدها هذه المسافة الطويلة. الضابط الخامس التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت، وضرب لذلك نماذج منها الحرب، الإعداد للحرب هدف ثابت، وأعدوا لهم ما استطعتم قوة، وسائل الحرب متجددة. ضرب نموذج من السنة بالسواك، أن السواك فقط عند التعبد، عند الصلاة هو للتعبد، أما نظافة الفم فالغاية هنا النظافة، السواك عند الصلاة الغاية منه التعبد عند كل صلاة، فنظافة الأسنان إذا تحققت بغير السواك فأصبح الأفضل السواك في غير سياق الصلاة والتعبد. فهنا فضل استعمال المعجون الأسنان على السواك في غير موضع التعبد والصلاة. الضابط السادس التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث، ويعني ناقش في ذلك الإمام ابن تيمية ورفض ابن تيمية للمجاز، ودلل على ذلك بآيات من القرآن وحديث من السنة النبوية، وأن المجاز موجود في اللغة، وأن التفريق بين الحقيقة والمجاز أمر مهم لفهم الأحاديث. وضرب لذلك مثالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، فقال مقصود هنا بالكرم مش الأطول يد، الإيد نفسها. الضابط السابع التفريق بين الغيب والشهادة، أن يعني البعض لرفض السنة يقيس أحاديث عالم الغيب على عالم الشهادة، وعالم الغيب له خصائصه وهو إيمان بالغيب اللي هو اسمه غيب، لأنه له خصائص وله مواصفات تختلف عن عالم الشهادة، فلا بد من التفريق في التعامل مع نصوص السنة بين عالم الغيب والشهادة. ثامنا وأخيرا التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث، وضرب لذلك مثالا بأحاديث تحريم التصوير، إن كلمة التصاوير في النصوص النبوية مقصود بها التماثيل، أما التصوير في زماننا فيها الصورة الفوتوغرافية، فقال هذا ما دفع كثير من الناس يتشدد في قضية الصور، ولا بينما هي عكس. وضرب مثلا بذلك في الخليج يسمون العكوسات، ويذهب للمصور الكوري أن تقول أنا ذاهب رايح للعكاس ويقول له اعكسني، إحنا في مصر ونصورني
لأن عندنا التصوير ما فيهوش مشاكل أو كتير يعني. فيقول في ذلك التفريق بين التأكد من مدلولات اللفظ، هل هو المقصود في النص بما هو في عصرنا أم غير ذلك، هذا أمر مهم وضابط مهم في التعامل مع السنة. كتاب الشيخ القرضاوي لا شك يعني هو أحكم وأضبط الكتب الثلاثة التي نتناولها اليوم من حيث الاهتمام والدقة، ولذلك علل ذلك أحد العلماء الذين شاركوا في نقاش الكتاب وقال لعل السبب في ذلك أن الشيخ القرضاوي فقيه متضلع تناول التدقيق والتعليق على في السنة، إن الذي قوى موقف الشيخ القرضاوي في التعامل مع السنة رصيده من السنة ثم رصيد الفقه المهم الكبير الذي علمه كيف يتعامل مع هذه النصوص. ومع ذلك لم يخلو الكتاب أيضا من نقد من بعض الناس على قضية موقف الشيخ القرضاوي من سفر المرأة بدون محرم، وهجم عليها هجوما شديدا من بعض الذين خالفوه يعني. أيضا الشيخ القرضاوي يحسب له في الكتاب توقف عند حديث لم يكن له عنده رأي فيه، كحديث إن أبي وأباك في النار، قال وأنا متوقف في الحديث ليس عندي فيه رأي، هذا يحسب له أنه لم يتعجل في إبداء رأيه في الكتاب. مما يؤخذ على الشيخ في الكتاب أنه حين تعرض لقضية السنة التشريعية وغير التشريعية تعرض علي يعني مر عليه مرورا سريعا في كم سطر، وإن كان في فصل آخر في كتاب آخر كتب فصلا كاملا عن الموضوع، لكن في كتاب بهذا الحجم وهي الأزمة الإشكالية، هي أزمة إشكالية في التفريق بين السنة التشريعية والتشريعية بالأساس من ضمن إشكالات التعامل مع السنة، أنه مر مرورا سريعا. وحتى الفصل الذي كتبه في كتابه السنة مصدرا للمعرفة والحضارة لم يكن فيه القرضاوي الذي نعرفه، وأنا كتبت هذا وقرأه بنفسه وأقره يعني، قال فعلا البحث كان يعني محتاج مرة، قلت له لم تكتب ضوابط، لم تضع معايير نفرق بين السنة التشريعية والتشريعية، فقط أنت أثبت. فأيضا المسألة كانت تحتاج، ووعد أنه يكمل في البحث يكتبه مرة أخرى، لكن لا أدري يعني هل كتب أم لا، لكن معلوماتي لم يكمل فيها كتابة. يحسب للشيخ أيضا في الكتاب أنه فتح لباب الاجتهاد في قضايا مثل قضية دية المرأة وقضايا أخرى طلب أن مطلوب فيها النظر التجديدي في قضية القصاص، قتل المسلم بغير المسلم وأنه يقتل به، ودعا إلى فتح باب النظر في مثل هذه القضايا في الفقه الجنائي. الكتاب الثالث للدكتور طه جابر العلواني إشكالية التعامل مع السنة النبوية. الكتاب طبعا أولا ما يتهم به الدكتور طه في أنه في كتابه من القرآنين هذا كلام باطل يعني بداية، حتى لا يظلم الرجل، بل هو يحمل حملة شعواء على القرآنيين الذين يدعون أو يدعون إلى الاكتفاء بالقرآن في كتابه في أكثر من موضع لمن يقرأ ويتأمل في الكتاب. هو يبين أن في إشكاليات منهجية في السنة تتمثل في ثلاث إشكاليات: إشكالات في التراث الأصولي، ويرى أن فيها غبش في قضية النص على أن السنة قاضية على الكتاب وأنها ناسخة له، وأن ده بيثير بلبلة وغبش في قضية التأصيل في التشريع في تعامل السنة مع القرآن، وأنها تأتي مهيمنة على القرآن وناسخة له ومهيمنة عليه وقاضية عليه، فهل ده عمل إشكال أصولي كبير. الأمر الآخر سيطرة المنهج الفقهي على التعاطي مع السنة النبوية، يرى هذا الإشكال إني معظم الفقهاء في النظر للسنة بيهتموا فقط بالنصوص السنة التي تتعلق بالتشريع فبيطغى عليها هذا الاهتمام، بينما يترك الجانب الحضاري والجانب الآخر في السنة المهم. ثلاثة، تفرد منهجية الإسناد حتى عند التعامل مع السنة يهتم بالأسانيد دون العناية بالمتون والتدقيق في المتون، فده ثلاث إشكالات وحدد أنه بيركز عليها. الحديث لا يتسع لي الكلام مطولا عن كل تفاصيل، لكن أهم قضية بيتناولها الكتاب علاقة السنة بالتشريع، هل تستقل السنة بالتشريع أم لا. ينتهي الدكتور طه في بحثه إلى أن السنة بيانية وليست تأسيسية، يعني لا تؤسس لتشريع، إنما هي بيانية تبين القرآن، ولكن زاد على أن هذا البيان كالاجتهاد لكنه ملزم. هذا هو لب مبحث وكتاب الدكتور طه جابر العلواني، وإنها قال وظيفتها البيان لا الإنشاء. وثم ناقش بعد ذلك مسألة تضخم دور الرواية على 5 دقائق ولا 50 دقيقة،
معلش أصل أنا عيني بتجيب صفة زيادة يعني. طيب خليها 50. الله يجزيك خير. لا والله أبص راسك بدل 50، لو هتمشيها 50 أبص راسك يعني. بس دريوش هينزلنا أنا وأنت من على المنصة. طيب الدكتور طه طبعا هو كان اهتم أكثر بقضية السنة والتشريع وأنها بيانية، ثم قعد يسب أسف فيها وركز في ذلك على قضية عرض السنة على القرآن، وأتى بذلك بأقوال لعدد من الفقهاء، واستدل بعض الأحاديث التي حكم عليها بالوضع. هو نقل تخريج الأحاديث أنها حكم بالوضع، لكن المبدأ في حد ذاته يطبق، ولو يعني استشهد بكلام للإمام الشاطبي في الموافقات في تأصيل للمسألة، والشاطبي أسهب في هذه المسألة في ذكرها. يعني ده معظم يعني ما انتهى إليه الدكتور طه في بحثه في التركيز في مسألة. طبعا تمام في الأول هو يعني فرق بين النبوة والرسالة، ويعني يرى في قضية السنة إن حجية السنة نعم يرى بحجية السنة، ولكن لا يرى حجية الإخبار بها. ده برضو من تفاصيل الكتاب، الكتاب كبير الحجم يعني، ما عندوش الكتاب ده يعني فوق قرب من 400 صفحة. لكن أهم قضية في اللي تعنينا في مسألة السنة هي أكثر مسألة قضية السنة والتشريع التي ذكرت رأيه فيها، اللي انتهى إليها أنها سنة بيانية وليست إنشائية. أيضا الكتاب هوجم، لم يسلم لا صاحب الكتاب ولا الكتاب كبقية الكتب السابقة يعني، سواء اتهم بأنه يعني أحد الكتاب كتب كتابا كاملا وقال أن الكتاب هدم في السنة وطعن فيها، وأنه خروج عن المنهج العلمي، وأنه جمع كل الطعون اللي على السنة، لكن طبعا كلام غير دقيق يعني. الكتاب إذا أردنا الإنصاف هو تكلم عن قضية مناقشة في الكتب، سواء في كتب الأصول في كتب موجودة، اللي هو السنة والتشريع، هل تستقل السنة بالتشريع أم لا؟ وده لذلك أنا كنت أرى في تقويمي إن كان أفضل الدكتور طه ولأي حد يريد أن يناقش قضية استقلال السنة لا يدخل هذا المعترك. الأسهل من ذلك القضية التي متفق عليها في النقاش، يناقش الأمر والنهي في السنة، هل للوجوب الأمر والنهي، هل للتحريم؟ إذا ناقش في ذلك أفضل له، لأن في النهاية هنجد إني إذا خب الرأي وناقش هذا الرأي الذي يقول إن الأمر في السنة للاستحباب والنهي للكراهة وأصل له ودلل عليه، سيجد أن النصوص إلا القرائن، سيجد أن النصوص التي أمر بأشياء هي التي جاءت موافقة لنصوص في القرآن، أمر بواجبات أوجبها القرآن أو فرائض فرضها القرآن. ده مسلك أصولي أسهل من الدخول في مساحة بتخليك تلتقي مع الحداثيين واللي بيهاجموا السنة في مسافة معاها، فبيسيء إلى الطرح الذي تطرحه. وهو ده للأسف اللي يعني جعل هذا الطرح الذي طرحه الدكتور طه يساء إليه بهذا الشكل، وهو أصولي طبيعي يعني، لو طرح الأمر من باب الأصولي لكان هذا أسهل له. أيضا هذا موجود في النقاش عند الأحناف، يناقشون بما يثبت الحد، الحدود عند الأحناف في أقوى الآراء فيها لا تثبت إلا بالقرآن المتواتر، بالقرآن أو بالسنة المتواترة، ولذلك رأوا أن التغريب مع الجلد لغير المحصن رد كل هذه الأحاديث لأنها زائدة على القرآن ولأنها لم تثبت بأحاديث متواترة، ورأوا التغريب الجلد مع الرجم للمحصن زيادة على القرآن فردوها. ده عند الأحناف. أنا أقصد كان هناك مساحات يمكن لمن يريد أن يناقش قضية السنة والتشريع أن يدخل منها مدخلا أصوليا لا يثير الغبار، بقدر ما سيكون داخل دائرة الأمان البحثي والعلمي، إذا يعني كان فيها النقاش يكون هذا أفضل. كثير من هاجم من الدكتور طه جابر العنوان في كتابه للأسف لم يقرأوا كتابه جيدا، من انطباعات لم يدققوا، لأن معظم ما قاله الدكتور طه، معظم ما ذكره له سلف قال بذلك، له سلف قال بهذا القول في التراث مملوء من هذه الآراء ليس بعيدا عنها، لأنه لا ينكر السنة، فما دام لا ينكر السنة فهو دخل على أرضية النقاش على السنة مرجعا. هذه طبعا بعض يعني الملاحظات. آخر ملاحظة، الدكتور طه في بحثي قال الفقهاء يعني من أخطالت أنهم اهتموا بالسنة في التشريع في السنة على حساب الجانب الحضاري والجانب
وطبعا هذا أيضا ليست نظرة يعني صائبة 100%، لأني ما من ديوان من دواوين السنة إلا فيها أبواب الحياة كاملة بما فيها الفقه. هنلاقي باب المزارعة وباب التجارة وباب الصلح وباب الزواج وباب الطلاق، من حتى مش بس الأحكام الفقهية والمعاملات الشرعية نفسها، المعاملة الخلقية موجود في البخاري ومسلم. نعم بعض كتب طغى عليها الجانب الفقهي لميل المصنف إلى الاهتمام، مثلا كتب سنة معنية أكثر. بعض الفقهاء نعم تناولوا مع بعض النصوص بالجانب الفقهي لميول الباحث نفسه، يعني مثلا حديث نموذج قتل الوزغ، إن من قتل وزغا لأول ضربات له 100 حسنة، ففي الثانية دونها الثالثة دونها. معظم الفقهاء اللي تناولوا الحديث السابقين تناولوا في جواز قتل الحشرة السامة الضارة. طيب لما نيجي عند الشيخ القرضاوي تناول الحديث في باب إن الحديث مكافأة على الإتقان على التصويب على النشان، لأنه فقيه. خالد محمد خالد لأنه أديب ورقيق، ولا أخذ ولا منح من مناحي المشايخ ده كلها، رأى إن الحديث مكافأة الإنسان الأجر ده عشان إنك أنت عندك رحمة، لأن ربنا بما إنه أمرك لقتل هذه الحشرة السامة فمن الأجر الجزيل أن تخلصه من أول ضربة رحمة به، لأن تعدد الضربات ازدياد في الألم له. فهي المسألة بتعتمد ليست على اهتمام إنه مهتموا بالنصوص التشريعية الفقهية أكثر ما هو اهتمام الباحث بتخصصه كالتفسير. الفقيه بيهتم بالتفسير الفقهي، الفلسفي يهتم بالتفسير الفلسفي، اللغوي التفسير اللغوي. والوقت انتهى، جزاك الله خير. شكرا للأستاذ دكتور عصام تليد على هذه المحاضرة الماتعة والتي عرج فيها على هذه الكتب الثلاثة، وهي في حقيقة هذا يدخل في سياق المراجعة وفي فقه المراجعة، خاصة حينما نتأمل هذه الكتب هي جاءت في هذه السياق، سياق منهجي متتابع، يتثار قضية معينة ثم يبدأ التوسع وتصبح إشكالية وتؤسس لنقاش. وقد أبطلت بذلك ما قاله ابن خلدون حينما ورد أن كثرة التآليف تفسد أو كثرة التآليف في العلوم عائقة في التحصيل، والحال أن مثل هذه القضايا مثل ما نحن فيه تحتاج إلى كثرة التآليف، لأن العلماء كالأنوار حينما تسلط كثير من الأنوار على قضية تكون القضية أوضح بشكل جميل جدا. شكرا لفضيلتكم.